نزلي كتير قوي ومش عندك عباية تكون حلوة للنزول. النهاردة انا وانتي هنعمل عباية جميلة جدا للخروج بطريقة حلوة وبسيطة. العباية من كتر ما هي جميلة جدا ممكن انتي تاخديها وتروحي بيها فرح، لان هي فعلا جميلة قوي. يلا بينا انا وانتي نعمل العباية خطوة بخطوة. هي فيها شوية تريكات كده بس بإذن الله هنعملها، والمقاس مفاجأة. يلا يا جماعة مع بعض علشان نعمل العباية بتاعتنا مقاس 42 بشكل سهل وبسيط خالص كده ومن الصفر. اهم حاجة بس انتي تفرجيه واحدة واحدة. دلوقتي العباية دي بقى فيها شوية تريكات لازم ان احنا نركز فيها مع بعضينا كده انا وانتي، علشان هي التريكات هتحس ان هي كتير بس صدقيني هي سهلة، هي سهلة جدا بسيطة قوي. دلوقتي لو بصينا في العباية بتاعتنا هنلاقي ان من جوه العباية من جوه ليها تلبيسة، التلبيسة دي عاملة زي الفستان تمام، مجسمة التلبيسه دي على الجسم. التلبيسه دي علشان اقدر اعملها لازم يكون معايا قماش يكون مطاط، وفي مطه كده في القماشه عشان خاطر تديني البراح وفي نفس تديني اللزقه الموجوده في الفستان العبايه دي. تمام كده تمام. طيب دلوقتي انا هشتغل على الامام بس، واللي هعمله في الامام هو هو اللي هعمله في الخلف بالنسبه للتلبيسه من جوه. التركه مش في التلبيسه، التركه في اللي بره التلبيسه اللي هي ايه، الجاكيت بتاعها او باقي العبايه بتاعتها اللي من بره. دلوقتي بقى هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ نحط ربع دوران الصدر معانا، 24 وربع، 24 وربع، وبعدين نحط حردة الرقبة، حردة الرقبة 7.5 من هنا، وهبدأ انزل طول حردة الرقبة الأمامية 7.5، طول حردة الرقبة الخلفية 1.5، وهنبدأ نعمل حردة الرقبة الأمامية، حردة الرقبة الخلفية. هعمل بطرون واحد بس يا جماعة يديني الخلف والأمام الاتنين مع بعض، وبعدين هبدأ أجي من هنا وأروح حاطة دوران طول ميلان الكتف بتاعي، وبعدين هاجي من هنا واروح حاطه خط بدون مقاس علشان يبقى خط مرشد، وبعدين هنحط طول الكتف، طول الكتف معايا 12.8، وبعد كده هبدأ انزل من هنا كده بالظبط طول الظهر، وبقسم طول الظهر على نصين. طول الظهر معايا 41 بقسمه على نصين، هنا 20 وهنا 21، وبعدين احط ربع دوران الصدر في مكانه الطبيعي 24 وربع بالشكل ده عفوا، وبعدين احط هنا ربع دوران الوسط 19 وربع، وبعدين هبدأ انزل من الكتف على دوران الصدر، وبعدين هبدأ ارتفع 4 سنتي واخش هنا 1 سنتي، وبعدين هبدأ اعمل كده حردة الجيرو بتاعتي اهي. استني بقى نظبط حردة الجيرو عشان تبقى مظبوطة اكتر اهي تمام. طيب وبعدين هنبدأ نوصل دوران الصدر مع دوران اكبر حجم، وبعدين هنبدأ ننزل بطول الجنب اللي هو معايا 20، وبعدين هبدأ احط ربع دوران اكبر حجم معايا بقى هنا، ربع دوران اكبر حجم 25.5 احطه هنا كده، وبعدين هبدأ اجي من هنا اوصل دوران الوسط مع دوران اكبر حجم، وبعدين هبدأ انزل من دوران اكبر حجم على عرض القماش بالشكل ده. اصبحت معايا التلبيسة بتاعت العباية جاهزة ان انا اقصها، وان انا كمان احطها مثلا لو انت هتلبسيه، يعني انت دلوقتي لو شغلة ورايا على القماش فهي بقت جاهزة ان انت تقصي وتخيطي، انا هبدأ اقص تمام. طب يا مريم امال ايه التقسيمات الموجودة هنا عند الوسط والتقسيمات موجودة عند دوران الصدر؟ زي ما قلت لك التقسيمات دي مش موجودة من التصميم، لا دي موجودة من نوعية القماشة المستخدمة، يعني هما جايبين قماشة ليكرا من جوه فيها جوه من جوه كده ايه زي جال، يعني جاي فيها مطة تمام كده، فيها ايه يعني بتروح وتيجي وتيجي وتلزق في الجسم، هي الليكرا او حاجة زي البديهات الكارينا كده. المهم ان دي بتتعمل عن طريق اللي انت تعملي مثلا القماشه بالشكل ده وتستخدميها تمام. ده بالنسبه يا جماعه لموضوع التلبيسه من جوه. بالنسبه بقى للتصميم اللي موجود من بره ده بقى، بص ايه التلبيسه من جوه اهي، لو عملتيها بنفس الحجم ده بتاعك بنفس التضييق ما تعمليش توسيعات كتير قوي بالنسبه للتلبيسه من جوه، عشان لو انت جبتي قماشه بتمط قوي تخليها تلزق زي ما موجوده في الصوره، انا عايزاها زي ما موجوده في الصوره، يبقى انا هستخدم مقاسي زائد 2 سنتي، اي زيادات بعد كده المقاسات بعد كده مثلا 3 سنتي 4 سنتي ما تزوديش فيها تمام، عشان تديكي نفس الاحجام اللي هي موجوده في الصوره بالظبط. ادي دلوقتي التلبيسه يا جماعه عملناها بالخطوات دي، ناقص بقى ان احنا نعمل اللي من بره. اللي من بره زي ما انت شفتي طبعا معموله من قماش الكريب او من قماش الشيفون على حسب انت بتستخدميها او تلبسيها ازاي. اللي بره بقى فيها كده نقطه، هي نقطه مهمه قوي بس احنا هنعملها تمام كده، هنقول بسم الله وهنعملها. هنبدأ واحدة واحدة، نيجي من هنا معايا دلوقتي قطعتين هنا بقى مش قطعة واحدة عشان اعمل كمان الضعف. القطعة الاولى هنقول بسم الله كده، وهنبدأ نيجي من هنا كده. ابصي العباية دي يا جماعة تحس ان هي جاية بدايرة،
جايه بدايره من ورا ومن قدام مدوره، تمام. فهنبدا واحده واحده كده ان احنا نحط ربع دوران الصدر معايا بالظبط 25، لا استني، ربع دوران الصدر 24 وربع اهو، وبعدين احط حردة الرقبة بتاعتي 3 ونص، آه لا حردة الرقبة بتاعتي 7 ونص، وبعدين هنزل من هنا 7 ونص، وانزل برضك هنا حردة الرقبة الخلفية. هعمل حردة الرقبة الأمامية، حردة الرقبة الخلفية. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ الكلام كويس جدا وحلو. هبدأ انزل الكتف بتاعي وميلانه، وهبدأ احط هنا خط بدون مقاس، وبعدين هاجي من هنا احط طول الكتف معايا، وبعدين هاجي من هنا واروح حاطه هنا. بصوا بقى، من اول طول الكتف معايا دي مش هنزل حردة جيرو. امال ايه يا مريم؟ طيب فهميني. هقولك دلوقتي ان العباية بتاعتي اصلا ما فيهاش حردة جيرو، العباية بتاعتي جاية كده من اول الكتف، خدت خط مستقيم بالشكل ده، تمام. وحددت لنفسها، حددت لنفسها ان هي تفضل مفتوحة، ما تبقاش مقفولة ولا الخلف ولا الامام. طب ازاي هنعمل كده؟ هقولك ازاي دلوقتي. انا يعني هاجي من تحت من هنا واروح عاملة كده، بلاش من زاويه كبيره قوي، خليها تبقى زاويه قصيره شويه اهي، واروح عامله كده زاويه دايره كده بالشكل ده من من الاطراف دي، واروح قصه. دي عباية يا جماعه جديده في حد ذاتها، فانا بحثت عليها علشان اجيب لك الباترون بتاعها بنفس الصوره اللي موجوده واللي واضحه، فان شاء الله يعني هتطلع بنفس الصوره. هنبدا واحده واحده نفس الامام عن الخلف، وهنبدا نجيب بقى الامام من هنا اهو، تمام كده. طيب وبعدين هنبدأ نفرد الامام. الامام المفروض، الامام المفروض ان هو ما يجيش فيه كده، لا بيبقى جاي فيه نقطة مهمة قوي، ايه هي؟ ان هو يبقى مفتوح مش مقفول قوي. فاحنا الامام هنفتحه، هنفتحه بحيث ان هو يوريني التلبيسة الموجودة من تحت. فانا هشيل كده من تحت حوالي 3 سنتي بالظبط عشان اقدر افتحه اهو كده. بعد ما فتحت الامام بتاعي بالشكل ده هبدا اجيب الخلف. هبدا اجيب ايه؟ الخلف. دلوقتي انا هركب الامام على الخلف. حلو الكلام. الامام على الخلف لما هركبه مش هقفل من هنا كم، يعني مش هاجي من هنا اقول ايه ده انا هعمل الكم من ناحيه الكتف زي ما احنا متعودين ويبقى كم منه فيه والكلام ده، لا انا هقفل من هنا وهقفل كل ده وهاجي عند الحته دي واطلع يد. ده نفس الصوره الموجوده وهنا نفس الحكايه. احنا يلا بينا عشان نظبط المسافات بس ما بين الكم ده والكم ده، او ما بين الفتحه دي والفتحه دي. هي دي يا جماعه طريقه العبايه، وهبدا اقفلها برضك من هنا اهو. بصي ممكن ان انا اقيسها دي عشان خاطر تطلع لي مظبوطه اكتر، فانا هنا من بعد هنا 5 سنتي وهقفل. ادي 5 سنتي اهو، هقيس تاني اهو، لا هنا دي 4، فخلينا نيجي 5، خليها 6 سنتي احسن عشان تبقى هنا الدبوس بتاعي يبقى هنا اهو. وهبدا اسيب حوالي كام سنتي بقى من هنا؟ اسيب بالظبط كده دوران الدراع معايا، يعني دوران الدراع انت طالع معاكي قد ايه؟ نص دوران الدراع طالع معاكي قد ايه؟ نص دوران الدراع طالع معايا في المثنى شغاله بيه دلوقتي حالا 15 ونص، فانا هسيب من هنا 15 ونص، وهبدا اسيب ديت مفتوحه كده واروح ماشيه مكمله مكمله اهو. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى انا سبتها من هنا مفتوحه اهي، من هنا مفتوحه اهي 15 ونص، وهاجي من هنا واروح فاتحة مركبة وردك دي. يا جماعة يا العباية سهلة، هي العباية سهلة، مقدرش انكر ان هي سهلة، بس محتاجة تركيز مش اكتر. وعلى فكرة هي مش محتاجة بطرونات خالص، انا معملتش بطرون، انا اللي عملته بس حطيت حردة الرقبة وبعدها اشتغلت من بعد حردة الرقبة، يعني ايه هديت لحردة الرقبة مقاسها عشان اقدر اظبط الخلف، اظبط حردة الرقبة بتاعت الخلف. هبدأ اسيب من هنا كده 6 سنتي بقلم محدد اهو، وبعدين هسيب من هنا بالظبط 15 سنتي دوران الدراع بتاعي اهو، يعني 15 بالظبط ولا 15 ونص، لا 15 ونص اهو، هسيبه من هنا وبعدين اروح مقفله. يعني انا هسيب دي، بصي انا هقفل دي وبعدين هسيب دي مفتوحه اهي كده واروح مقفله بس كده، وبعدين هسيب العبايه اهي. ادي العبايه يا جماعه. بعد كده هجيب بقى الالماس من الجنبين واحطه، تمام. لحظة واحدة بس اجيب الالماس اهي، هحط الالماس مثلا من هنا كده، بس قبل ما نحط الالماس هنحط التلبيسة. التلبيسة هتبقى من جوه كده اهي بالشكل ده، والعباية دي لما هتلبسيها هتلاقيها واسعة طبعا، فهتديكي نفس الشكل الموجود في السوق، يعني نفس الشكل الموجود في السوق هتاخديه اهو بالطريقة دي.
فاصبحت العبايه جاهزه معايا ان انا احط عليها القرمص بقى بتاعها اهو بالشكل ده. وهاتي دي بردك من هنا نكمله، وبعدين نجيب دي او نجيب واحده اطول شويه على طول مباشره اهي. استني كده بس كده بس كده اهي. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب هنبدا بقى واحده واحده كده من هنا، ونروح جايبين شكل العبايه بعد ما خلصته بصوره سهله ومبسطه خالص. بس انا هضطر افصل التلبيسه عن العبايه، من العبايه دي هفصلها عندي عشان اوريكي الفرق بس شويه، واوريكي كمان الفكره نفسها اتعملت ازاي. بصوا ادي العبايه من بره وادي العبايه من جوه. لحظه واحده، ادي العبايه يا جماعه من بره اتعملت بصوره سهله وبسيطه قوي زي ما انتم شايفين، وادي العبايه من جوه او التلبيسه بتاعتها. الاثنين اتعملوا بشكل سهل. ادي الاكمام المفروض هتطلع من هنا، اليد هتطلع من هنا، هي ملهاش كم، هي ملهاش اي حاجه خالص، كم منه في بتاعها يعني انت بتخرج يعني تسيبي لها فتحه هنا بدوران الدراع عندك، وبتبداي ان انت تخيطي بعد كده باقي التصميم بتاعك. تمام كده؟ عرفتي يا مريم الموضوع ده ازاي؟ عن طريق الصوره. بصي في الصوره كويس جدا جدا وهتلاقي ان النتيجه هي دي ونفس الشكل. اهم حاجه بس رايك في التعليقات يهمني. وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد. كنا بنعمل النهارده تفصيله وخياطه عبايه خروج مقاس 42 بطريقه سهله وبسيطه.